إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فاعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاستمسكوا عباد الله، استمسكوا بدينكم حتى تلقوا ربكم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده عبادة عظيمة يغفل عنها في حال الرخاء كثير من الناس، عبادة فيها الافتقار إلى الله عز وجل وإظهار الحاجة إليه سبحانه وتعالى. إنها الدعاء يا عباد الله الذي وعد الله عز وجل عباده بالاستجابة فيه. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله عز وجل وعد عباده، وهو لا يخلف الميعاد. قال سبحانه وتعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فالله عز وجل أمر عباده بالدعاء، بل إنه يحب من عباده الدعاء، بل إنه يحب من عباده الإلحاح في الدعاء، ووعدهم بالاستجابة لهم إذا دعوا. وقد يقول قائل: دعوت ولم يستجب لي. فيقال له كما قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ولم يستجب لي. فعلى المسلم أن يكون لحوحا عندما يدعو ربه سبحانه وتعالى، وليعلم أن استجابة الدعاء هي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل دعوته، يعني يستجيب الله له، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثل ما دعا. وفي رواية: وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بمثل ما دعا. فقال الصحابة: إذن نكثر يا رسول الله، يعني نكثر من الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، أي أن الله عز وجل أكثر من عباده إجابة، وأكثر منهم عطاء. فعلينا أن نكثر يا عباد الله من دعاء الله سبحانه وتعالى، فكلنا ذو حاجة إلى الله سبحانه، وكلنا مفتقرون إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم
ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فلا غنى للعبد عن ربه سبحانه وتعالى، فكل عبد ذو حاجة، وأعظم حاجة ندعو بها الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين العظيم، وأن يقبضنا على التوحيد والسنة، فإنها أعظم منة وأعظم كرامة إن استجاب الله لعباده هذا الدعاء. ولذلك يا عباد الله، فإننا في كل يوم وليلة ندعو بهذا الدعاء العظيم سرًا وجهارًا في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يحب منا أن ندعوه سرًا وجهارًا ليلًا ونهارًا. ولذلك تأمل يا عبد الله، تأمل يا رعاك الله، تأمل في أذكار الصباح والمساء، تأمل في أذكار البيت، تأمل في أذكار المسجد، تأمل في أذكار النوم، تأمل في أذكار الصلاة، تجدها مليئة بالدعاء والافتقار وإظهار الحاجة لله سبحانه وتعالى. وكل ذلك حتى يكون العبد قريبًا من ربه سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد أكثر دعاءً كان أكثر قربًا من الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإننا قد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له إحدى ثلاث: أن يجاب له، أو يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا، وإما أن يدخر له ذلك عند الله أجرا يوم القيامة، وفي رواية: أو يكفر عنه من ذنوبه بمثل ما دعا. فقال الصحابة: إذن نكثر يا رسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. وقد تتخلف يا عباد الله إجابة الدعاء بسبب عارض أو بسبب مانع وقع فيه العبد، فإن الوعد يا عباد الله قد يتخلف بسبب العبد وليس من الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك يا عباد الله، وهو من أعظم موانع الدعاء، كثرة الذنوب والمعاصي وكثرة أكل المال الحرام، فإن ذلك يا عباد الله من أسباب منع الإجابة. فقد جاء بالحديث الصحيح عن الرجل يطيل السفر يقول: يا رب يا رب، أشعث أقبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فإذا لم يستجب لك يا عبد الله، فانظر إلى عملك، وانظر إلى نفسك، وانظر إلى مالك ومأكلك ومشربك، هل هو حلال؟ فإن كان كذلك فأبشر بالخير من الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن كذلك فعليك بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب يا عباد الله إجابة الدعاء، والمسلم عليه أن يعرفها حتى يحرص عليها وحتى يدعو الله سبحانه وتعالى فيها، ما جاءت به الأحاديث الصحيحة، كأن يدعو في أوقات السحر، وفي أثناء المطر، وفي أثناء السفر، وفي الصلاة، عندما يكون ساجداً لله سبحانه وتعالى، وقبل السلام، وفي يوم الجمعة، وغير ذلك من الأوقات يا عباد الله التي جاءت بها الأدلة. ومن أعظم أسباب إجابة الدعاء يا عباد الله
وهو من الأمور التي يفرط فيها كثير من الناس كثرة النوافل، فإن كثرة النوافل في الطاعات من صيام وصلاة وصدقة وغير ذلك من أعمال النوافل هي من أعظم أسباب إجابة الدعاء. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا وعد الله لمن أدى النوافل وأكثر منها حتى يدخل في محبة الله: لئن سأل الله لا يعطينه، ولئن استعاذه لا يعيذنه. وقد قال الله عز وجل بعد أن ذكر أدعية الأنبياء وأنه قد أجاب لهم الدعاء، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وآمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم واصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ول عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المرابطين على الحدود عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم واحفظهم، اللهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن أمامهم ومن خلفهم، ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم تقبل شهيدهم واشف جريحهم وردهم سالمين غانمين يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك وشديد نقمتك يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.